ناوي عليك؟ صافا بخير، بحالي بحال اي بنت او مراه مغربيه مع العائله ديالي في رمضان. اجواء جميله، وكما كتعرف في رمضان حلاوته يكون في المغرب. فين دوزتي؟ في الدار ديالنا في مراكش. كان شويه في كازا مع لا فامي، وكامل تقريبا كامل غادي ندوزو في مراكش ان شاء الله. كاين شي حريره؟ كاين شي حريره؟ كاين ضروري. وليت كندخل الكوزينه، ما كنتش كندخل الكوزينه. وليت كندخل الكوزينه من بعد ماستر شيف، والحكان اللي حكونا الشيف مريم وشيف محا. تعلمت بزاف الحوايج خلوني نبغي الكوزينه، وليت كندخل لها بالعكس. دابا بزاف ديال الحوايج طيبتهم والله. لا لا ما جاوبش الوجع، عيقتي. واخا شنو شي وطيبتيها وعجباتهم؟ اللي عجبتهم هي صينية البطاطا بالدجاج مع الموتزاريلا والفروماج، وهذا اللي عجبتهم بزاف من الاشياء المفضله عندي واللي درتها وعجبتهم. كي دايره غزال؟ صعب عليها، لاباس عليها. غزال اخرى انا فرحت ملي لقاوها، لانه حاجه خايبه انه الوليد يمشي لوالدي، وخصوصا في ظروف غامضه اللي ما عرفتش فين مشى وما عرفوش شكون اللي خداه. دونك الحمد لله على سلامتها، وهذه المره الدنيا دروس، ويتعلموا من الدرس انهم يخليوهاش تلعب بوحدها ويخرجوا معها الا بغات تلعب يبقاو معها. وغزل ديالي راه محيحه في رمضان، بدات الهضورات، بدات الجران، بدات المشيان، بدات كل شيء. شنو اول كلمه قالتها ماما ولا بابا؟ صراحة بابا. ضروري كتجينا الغرا، كتعرفي البنات كاملين كيبداو بابا، معروفه يعني. بالنسبه للرساله الملكيه اللي تستحقها والتكريم ديال الناس ديال الصحراء، ما كنت واحد البنت تاخذ شويه الدسات من ولدي سباتك شنو؟ ما عرفتش انا واش شي وحده سباتني على الرساله وعلى التكريم اللي في الصحراء. كنقول لها كنتمنى لك التكريم وكنتمنى لك الرساله باش تكالمي شويه. معليش معليش، كاين اللي تيستاهل وكاين اللي تندير راسي مشتوش. ماشي كيستفزوني ملي تتوصل الهضره للوالدين ولا هذا شويه، ماشي كيستفزوني وانما كيستاهلوا داك الرد اللي كنجاوبهم. جديد ان شاء الله غادي يكون بعد رمضان مجموعه ديال الاغاني من هيا جبل مهز كريح، اللي يمكن هي اللي غادي تكون الاغنيه اللي غادي تنزل. كاين اغاني خليجيه، كاين داز من حدايا، جات فيك النوبه، بزاف ديال الاعمال اللي غادي ينزلوا ان شاء الله من بعد رمضان. اخر سؤال، البروجي غادي مزيان؟ غادي مزيان، مي غادي نبداو ان شاء الله في اخر السنه غادي نبداو. وكاين بروجي وكاين بروجي اخر اللي نخلي من بعد النظر عليه، وكنتمنى انه اي حاجه نديرها ان شاء الله نكون موافقه فيها باذن الله. ان شاء الله. يا ناري.